تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 8,400 وحدة سكنية في مختلف محافظات المملكة، أعلنت وزارة الإسكان عن بدء الوزارة بتوزيع مشروع مجمع 609 بسترة على المواطنين المستحقين. قالت إن برنامج توزيع 4,800 وحدة سكنية إضافية يترجم الرعاية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة للملف الإسكاني، وحرص جلالتي على سرعة وصول الخدمات الإسكانية لمستحقيها. وأوضحت أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الرئيسة المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25,000 وحدة سكنية مدرجة في برنامج عمل الحكومة والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية، مؤكدة أن توالي توزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج. تابعت الوزارة أن عملية توزيع مشروع مجمع 609 بسترة تستمر على مدار أسبوعين متتاليين، مؤكدة حرصها على تسخير جل طاقاتها من أجل إتمام تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع الوحدات السكنية خلال فترة زمنية قصيرة أسوة ببرنامج المراحل الأولى من التوزيعات الإسكانية.